الجدل في الشارع العراقي حول المنتج المحلي ونقيضه المنتج المستورد في الأسواق، ولا يزال قائماً حتى هذا اليوم. شكوك واتهامات تطال الفلاح العراقي لاستغلاله قرار منع الاستيراد، تارة برفعه الأسعار وتارة أخرى بالغش في محصوله عند البيع أو التصدير. مقطع مصور متداول على منصات السوشيال ميديا لمواطن وهو يكشف عن زيف وغش البعض من الفلاحين العراقيين لمنتوجهم والطماطم على سبيل المثال، مؤكدين أن الاستيراد أكثر نظافة وجودة وأقل ثمنا من المنتج المحلي. هل يعقل ذلك؟ وما هي الأسباب التي جعلت هذه المفاضلة وهذه المقارنة وهذا الاختلاف ما بين أسعار المستورد والمحلي؟ لنتابع. شباب، اليوم عندنا فقرة نعاني منها حيل من ناحية الفلاح العراقي، شلون يحط الخربان من جوة والجايف والناعم، وتحكون عن المستورد. والله المستورد أنظف من هذا بمئة خط، وحاجينا المستورد عنه وما يخلونه يطوب، والعالم تشغل بكيفه. شوف يعني هسه هذا الطماطة كلها عزل، هذا الطماطة عزل ويبيعون الكيلو جملة ب 600 دينار. هذه عزل، شوف عينكم تشوف الشعب العراقي شلون طماطة عزل هذه. الله شاهد عزل، هذه من جوا عزل يحطوا لك اياها، ومن فوق درج جوله. هسه عندي صندوق يشوفكم اياه، ومانعين الاستيراد. والله الاستيراد احسن من هذا 100 قاط. هسه اشوفكم هذيك، يا فلاح يا مقرود يا ما تخاف الله، شلون كذا الله يرزقك، وهذا حطونا الطماطه جايف والخربان ودقر. هسه اشوفكم، ظلوا ثواني وياه. هذا شوفوا شعب هذا شلون، هذا شوفهم فوق تقول ايش حلات هالطماطه تخبيل، بس من ربع الصندوق بس نص الصندوق اللي جوا كله حشل، طماطة جايفة وخربانة من جوا. والفلاح العراقي ما يخاف الله، والله المستوردة طماطة درجة أولى جوا فوق ما حد يعرف يحط مو زين، بس هذا شغل العراقيين هجداني. من غشنا فليس منا، صدق رسول الله. لكن أين البعض من البائعين والفلاحين وأصحاب العلوات، علوات المخضر، من قول الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتوصياته وحديثه حول هذا الموضوع؟ لسان حال العراقيين اليوم والناشطين في منصات التواصل الاجتماعي يتساءلون عن السبب الذي يدفع ببعض الفلاحين أو البائعين إلى الغش والخداع، فما يوضع أمام المستهلك المتبضع غير الذي يجده أسفل الصندوق والبضاعة. طبعا الفيديو المصور تفاعل عدد كبير من العراقيين معه حال انتشاره، وحاز على عدد من ردود الأفعال. اخترنا لكم نماذجا منها، ونبدأ تلك التعليقات حول موضوع الطماطة والغش مع أبو عمر السامرائي. يقول أبو عمر السامرائي: ليش هيجي بس الطماطة والبوتيتا والخس والفلفل البارد و و و، وبعد أضرب من الطماطة، الفلاح العراقي يغش ويقول ليش رب العالمين ما يمطرها، فليش هذا الغش؟ يعني ترضى عائلتك تاكل من فلوس حرام؟ ايضا هناك تعليق من محمود، يقول: محمود والله اذا مو المستورد موجود ثقوا بالله الفلاح العراقي يسوي كيلو الطماطة 4000، فالمستورد احسن. اني بقال يومية تلف 30 كيلو اطلع من الصندوق، النبي محمد صلى الله عليه وسلم وين يجي اليوم ويشوف. تعليق آخر من كريم موسى: ماكو هيك شيء، انتم تريدون تشوهون سمعة الفلاح العراقي، خلي الإيراني المستورد يفيدكم بمواد كيميائية ومسرطنة، شجع ابن بلدك على النهوض بالواقع الزراعي، ترى الغريب ما يفيد، ادعم المنتج المحلي وخافوا الله. أيضا هناك تعليق من ساهرة الشيخلي: لا حول ولا قوة إلا بالله، أني أقول مطر ماكو، والله غليل والله قليل بحقنا، شو يسوي رب العالمين ما يلام بينا، الله المستعان الما يخاف الله كل شيء يسوي، فلاح أم غير فلاح تبقى على أخلاقه ودينا. أيضا هناك تعليق آخر من أحمد الدراجي: إيه عمي اليوم بالبصرة صندوق الطماطة درجة أولى من 25,000 إلى 30,000، وهاي اللي بيدك من 18 إلى 22،
وهذا شغل المسوكتشي اللي غش يشتري ناعم ويغطيها وبغشنا وغش المتبضعين للأسف. هيجي يتصرف البعض مو الكل، وانتو بالسوق وإلكم التعليق.